بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت في هذه الحلقة بإذن الله أن أتطرق إلى عمل لم أتطرق إليه من قبل، وهو الوظيفة اللاصفية أو العمل المطلوب من التلميذ إنجازه خارج القسم، وأردت أن أتقدم بهذا العمل لعله يستفيد منه التلميذ بالدرجة الأولى، ويستفيد منه زملاؤنا الأساتذة وكذلك أولياء التلاميذ. إذن فسميت هذا العمل بهذا المسمى: أرسخ معارفي وأنمي كفاءاتي بطريقة عملية. وهذا العمل كما ذكرنا هو في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، وموجه بالخصوص لتلاميذ السنة الثانية متوسط. إذن في ماذا يتمثل هذا العمل؟ فما درسوه في المادة وتحولاتها، وبالأخص في الصيغة الجزيئية أو الرموز الكيميائية والصيغة الجزيئية، فأردت أن يقوم التلميذ بإنجاز هذه اللوحات أو هذه البطاقات في شكل على شكل ملف في أوراق رسم أو حتى الأوراق العادية الكتابة، ويجمع هذه البطاقات ويلصقها في ملف حافظة تحتوي على، كما تلاحظ، على اسم الجزيء. كل ورقة تحتوي على الأكثر نموذجين: اسم الجزيء، صيغته الكيميائية، مجسمه، أنواع الذرات التي يتركب منها، مجموع ذرته. إذن ربما يظن المتسائل أن هذا عمل مرهق للتلميذ. هنا التلميذ يقوم به على طوال مجال زمني، يعني حوالي أسبوع أو أكثر، ينجزه بتنظيم وقته. ما أهميته للتلميذ بالدرجة الأولى؟ لا شك أنه سيرسخ مكتسباته المعرفية والعلمية، يعرف اسم الجزيء ويربط هذا الاسم بصيغته التي تكتب الصيغة العلمية، ويتصور مجسم هذا النموذج، وكذلك يتعرف على عدد الذرات وأنواع الذرات المكونة له ومجموع ذرته. إذن فبدل أن يلجأ إلى الطريق عن طريق الحفظ الآخر التقليدي، فهو هنا سيرسخ معرفته وينمي قدراته ومهاراته بهذه الطريقة العملية. هذا ما يبدو لنا على الأقل. إذن وبالنسبة للأستاذ، يمكن أن يستغل هذه البطاقة كعملية تقويمية، يعني يقومه بطريقة عملية بدل أن يكون التقويم المستمر تقويم، إذا صح التعبير، أقول جزافي. إذن فأنت تقوم بطريقة عملية ومضبوطة ودقيقة من خلال هذه النماذج. إذن هذا بالنسبة لما يقوم به التلميذ على المرحلة الأولى. إذن قلنا يمكن أن ينجزها بشكل ملفات، يعني مجموعة أوراق يضعها في حافظة ويعطي لها، أو في بداية في الورقة الأولى من الحافظة يكون فيها لقبه، اسمه، قسمه، المادة وتحولاتها، أو الصيغ الكيميائية لبعض المواد أو بعض الأجسام، وهكذا. وتكون كل ورقة كما ذكرنا محتوية على نموذجين. بالنسبة للنماذج الأخيرة الكبرى هذه، يمكن للورقة الواحدة كهذه مثلا، ترى بأن نموذج واحد يستغل حجم الورقة أو مساحة الورقة بالكامل، ونفس الشيء بالنسبة لهذين النموذجين. أما الباقي يمكن أن يكون لدينا نموذجين في الصفحة الواحدة، أو بطريقة أخرى ينجزها على شكل ملصقات كما سنرى في التكملة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة أو هذا العمل. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تستفيدوا من هذه البطاقة ومن هذه الحلقة،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.